نبتدي مع حضراتكم، واول اخبارنا اكيد هتكون عن التفاصيل الخاصه بالمناخ. يمكن ناس كتير جدا كانت بتتكلم الايام اللي فاتت الطقس مش هيكون كويس الايام اللي جايه، لازم نخلي بالنا كلنا من نفسنا، هيكون في انخفاض شديد في درجات الحراره، هيكون في امطار، فعلا هيكون في تقلب في درجات الحراره والطقس بشكل عام. علشان كده حذرت الهيئه العامه للارصاد الجويه انه اعتبارا من النهارده الخميس في حاله من عدم الاستقرار بالاحوال الجويه على مناطق من شمال البلاد حتى القاهره الكبرى وشمال الصعيد. بتتعرض البلاد اليوم لأمطار متوسطة ورعدية أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، أمطار خفيفة إلى متوسطة ليلا على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة وشمال الصعيد على فترات متقطعة. كمان هتشهد البلاد النهاردة نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وده طبعا بيخلينا ان احنا نحافظ على نفسنا. الناس كمان اللي مريضة من الحساسية، مريضة ان هي بيكون عندها جيوب انفية، تخلي بالها من نفسها، تحاول ان هي تقفل الشبابيك كويس. الناس كمان ما فيش داعي ان هي تكون في الشارع او ما عندهاش مشاوير مهمه ما تنزلش، خلوا بالكم على نفسكم، في تقلب في المناخ خلال الايام دي، يعني نحاول بقدر الامكان كده علشان صحتنا وعلشان الامراض اكيد. يعني انت قلتي كل حاجة ولازم بقى نتقل، شايفة الواحد نتقل ازاي؟ نتقل. وعارف كمان يا غانم في ناس للأسف بتعاني من فكرة الحساسية، سواء كان حساسية صدر، جيوب أنفية، الأيام دي بتكون أصعب أيام عليهم، فلازم يخلوا بالهم من نفسهم على قدر الإمكان، مفيش نزول بدون داعي. كمان الأعياد الناس اللي سافرت بره مصر بقى، دي أعتقد درجات الحرارة بره أو الطقس بشكل عام بيكون أصعب كمان، فلازم أصعب. ياخدوا بالهم. أعرف ناس كتيرة بتستعد اليومين دول يسافروا عادي، مالين الشنطة حاجات بس مش واخدين بالهم من القصة دي. يعني أنا عايزة أقولك إنه الناس اللي هي بتسافر دول لازم يخلوا بالهم مش من الجيوب الأنفية والحساسية، لازم يخلوا بالهم بالكورونا، لأن كنا لسه بنقول إمبارح إنه المعدلات ارتفعت جدا في الإمارات وفي الدول اللي الناس كلها عاملة ضغط عليها أو إقبال شديد، سواء إذا كان في أعياد الكريسماس أو السفر في الإجازة دي أو إجازة آخر السنة، علشان كده الناس دي لازم تخلي بالها من الكورونا.